على عيد الميلاد دايما ايفنتس حلوه، دايما ايفنتس بنكون ناطرينها من سنه لسنه، بس السنه في كثير اشياء جديده. من الاشياء الجديده هي نويل سان تروبي. رح نشوف كيف بدنا نروح على سان تروبي وكيف بدنا نعيد نويل بسان تروبي وليه سان تروبي مع زميلنا ايمن مسعود. اهلا وسهلا فيك ايمن. بونجور كاتيا. يعني نحن كثير سعيدين نستقبلك على الكاوتش لانه يعني دائما عندك افكار جديده، دائما عندك اشياء جديده انك تقدم لنا اياها وتعرفنا عليها، لانه انت كمان ناشط بالمجتمع المدني وهالشيء كمان شغله كثير مهمه. بس كمان عندك افكار فنيه حلوه. مزبوط. ليه سان تروبي وليه بدنا نروح على سان تروبي بنوال وليه بدك تصيف على عيد الميلاد ناطرين الثلجات نحن؟ اوكي، لانه اول شيء سان تروبي مثل ما بتعرفوا هي صيفيه وبحر، دونك حبيت تكون الفكره شوي هيك اذا بدك فريكي او شوي جنون، دونك سميت الايفينمون تبعي نويل سان تروبي. دونك قلت ليش ما بنعيد كريسمس بسان تروبي بس هون بلبنان. دونك اجواء السهره رح تكون كلها امبيانس سان تروبي، كلها امبيانس صيفيه على كريسمس بس سبيسيال. هلا فينا نعمل كريسمس بالصيف بالشتاء يعني مش غلط. هلا باستراليا سانتا كلوز بيجي على الجيت سكي يعني مثلا. هلا معقول كثير انا اجي على الجيت سكي كمان؟ طيب دي جي مارك ولا ايمن مسعود؟ بدك انا ما عندي مشكله يعني، بس اكيد از دي جي اسمي دي جي مارك. على فيسبوك انت دي جي مارك؟ على فيسبوك دي جي مارك عند البيج تبعيتي وعندي اسمي مزبوط ايمن، ايمن مسعود وهيدي هي. طيب ليه دي جي مارك؟ ليه دي جي مارك؟ لانه سامبلومون ايمن ما بيزبط افيك لا ميوزيك فرانسيز، دونك مع انه لي 10 سنين بهيدا الدومين بالميوزيك فرانسيز، دونك سميت الاسم مارك. طيب لك 10 سنين بالموسيقى الفرنسيه من اي يعني زاويه؟ من اي زاويه؟ من زاويه لي زاني 80 لليوم، يعني حتى قبل 60s 70s، مع انه انا كمان بطلع على الهواء على نوستالجي. دونك اذا بدك سبيسياليزي بكل شيء اسمه ميوزيك فرانسيز مع الايتيز اكيد. خبرنا عن خبرتك بنوستالجي. نوستالجي بلشت لي 4 سنين تقريبا، بلشت على الهواء، كنت العب سبت احد وبعدني لليوم كدي جي. كدي جي اسمي مارك على الهواء، وبلعب كنت سبت الصبح والاحد بعد الظهر، وهلا موقف لفتره صغيره لانه عم بشتغل على الايفنمنت، واكيد بس بعدني باكيب نوستالجي، بعدني كل ما يكون في شيء لنوستالجي ايفنمنت فرنش نايت او شيء بكون انا المين هوست. طيب ايمن نحن بنعرفك، رح اقول ايمن لانه رح احكي عن غير الدي جي مارك. بنعرفك نحن انه يعني بتجرب تكون عندك نوع من الاحتراف باصغر شغله بتعملها. مزبوط. فلما بنقول دي جي شو يعني وكيف بيوصل للاحتراف الدي جي؟ هلا هي مش خبريه احتراف او شيء. هلا اول شيء دي جي بلشت معي از هوبي، وميوزيك اتس باشن لإلي، دونك والحمد لله هيدي الهوبي وصلتني لاكثر من اذا بدك مش شهره، بس انه يعني وصلتني لمراحل كثير عاليه، انه وصلت لمرحله اقدر العب برات لبنان، مثلت اذا بدك لبنان بدبي بقطر، لعبت كمان بحلب من سنتين قبل الاحداث يعني لسوء الحظ. ان شاء الله بترجع تلعب بكل ان شاء الله، لانه عن جد رح احكي عن اكسبيرينسي بحلب. ما كنت متوقع وقت وصلت على النايت كلوب بشوف 1200 شخص قدامي، يعني جايين للموسيقى الفرنسيه، جايين للموسيق فرانسيز يعني للاني 80 ليسمعوا كلود فرانسوا، ليسمعوا ليتوب فرانسي المعروفين. يعني شو بتخبرك عن الناس هالشغله، الاشخاص يلي يعني ثقافتهم الموسيقيه شو بتخبرك عنهم؟ الثقافه يعني بفرج الانسان مين، يعني المصاري مش هي اللي بتعمل الانسان. صحيح. الانسان هو بثقافته بتفكيره بطريقه تصرفه مع العالم، دونك وانا عندي كونتاكت كثير حلو مع العالم، عندي شغله يعني العالم بيلاحظوها بسهراتي، بخلي العالم يغنوا كثير، دونك بوطي الميوزيك ما عندي مشكله، خلي العالم يغنوا، هدفي بالسهره، هدفي بالايفنمنت بحيلا سهره انه يكون الكراود مبسوط. شو بيميز دي جي عن غيره يعني هون؟ كيف بيحاول يتميز؟ كيف بيحاول يتميز؟ بيحاول يتميز بالستيل دو ميوزيك تبعه، مثل ما انا مميز ال 10 سنين. كمان عنده تفاعل مع الجمهور بس. اكيد اكيد. هلا
انا برايي تو بي فيري جود دي جي يقدر يلقط الكراود تبعه، يقدر يحمس العالم تبعه، يقدر يكون هو متماسك. يعني انا في عندي شغله قد ما اكون تعبان وعم بشتغل كل النهار، بس اوصل ورا هذا السيت بنسى كل شيء، شوف الكراود قدامي وبقلع. حلوه هاللعبه. ايه اتس جيم، اتس باشن، اتس يعني اتس فيلينج. يعني كيف انت از انكر بتحسي وقت عم تستضيفي ضيوف؟ يعني اتس هوبي، اتس باشن. انا لإلي بنسى كل شيء، يعني بشوف بس الكراود، هم يكون مبسوط، هم يطلع من السهره، هم يطلع من السهره مبسوط فرحان، عنده ذكريات حلوه. لهذا السبب انا قررت انه بعد 10 سنين كارير تبعي اعمل ايفينمون اسمه نويل اسانتروبي. ليش؟ لارجع لنعيد كريسمس بالصيفيه وتكون هيك مبسوطين. طبعا الموسيقى رح تكون كريسمسي جميله، كريسمس على فرنش نايت على 80s، بس انه المين ات ويل بي رح تكون فرنش يعني. اكيد. بس رح يكون جو نويل. ايه رح يكون في ديكوراسيون نويل، في سوربريز بقلب السهره ما في اولى. رح تكون هي فورمول كثير حلوه، فيهم يتصلوا على ال 76 98 554. رح تكون لدات لو ديمانش 22 ديسمبر، رح هي هيدي الفلاير. اقرب شيء لنويل. اقرب شيء لنويل. رح يكون جو السهره سان تروبي. انا رح كون لابس شيء ما حدا متوقعه. اها. مثل شو؟ بابا نويل مثلا؟ لا، بابا نويل مين ما كان ما هيك. فاذا المكان وين؟ المكان رح يكون بكابريس بجل الديب، مطرح ما انا ايم ريزيدنت دي جي اون وينزداي نايت، كل نهار اربعاء بليفوري دو كابريس. دونك رح يكون بكابريس على جل الديب على السي سايد حد الايش تي. دعايات كثير سوري، بس عبدل العالم. طيب بتلعب وينزداي نايتس بكابريس مثلا، يعني كدي جي بيجوا الناس تي يسهروا لما بيكون في مثلا دي جي مارك موجود او لما بيكون في دي جي اكس موجود؟ يعني اكيد في عندك، في يلحقوا الجو العالم. مزبوط، في عندك عالم يعني الكراود اللي بيسمع عربي ما راح يجي يسهر على الفرنش نايت. هلا فينا نسمع اثنين بنسهر، ما في مشكله، ليله عربي وليله مشكله، اهلا وسهلا. بس بس عندك يعني اذا بدك الكلابرز بلبنان مقسمين، انه عندك اللي بيسمع فرنش بيروح نهار الاربعاء على كابريس لتسي، او اللي بيسمع ار ام بي بيروح بيسهر هون، اللي بيسمع مثلا مشكل بيروح بيسهر وين ما كان. بس انا اذا بدك السيب للعالم تبعي هن الفرنش لوفرز. ليش؟ لانه لسبب واحد، لانه انا شخصيا ما بسمع هاوس وما بسمع ار ام بي، ما بسمع الكوميرشال، يعني سي مون جار دو ميوزيك وهذا انا اللي بحبه. دونك مشان هيك انا اذا بدك نجحت فيها يعني. طيب عم لاحظ كمان يعني، او اصلا يعني منك دي جي مارك او من كمان الكلبرز يلي راح يكونوا موجودين وعم بيكونوا موجودين، ما في اعمار. يعني نحن بنفكر انه في عمر معين عايش هالفتره او عايش هالموسيقى، او خاصه انه الموسيقى الفرنسيه بوقت من الاوقات يمكن صارت اخف شوي بلبنان وهلا رجعت عم تكون اقوى واقوى. بس ما في حتى الاعمار الصغيره بتعرف الاغاني وبتعرف الاغاني، لانه عم بيجوا يسهروا عم بيجوا يسمعوا هيدي الميوزيك. يعني في عندك اذا بدك عالم عمرهم 21 سنه عم بيسمعوا اغنيه عمرها 30 سنه. يعني اذا بدك انا وانت كنا نسمعها كنا بالادوليسانس تبعيتنا، دونك هن هلا عم يسمعوها. يعني هيدا هو التارجت تبعي اذا بدك، انه اقدر مش سقف العالم، بس انه اقدر هيك وصل مساج انه الميوزيك فيك تسمعيها بحيالله مود بشو ما كنتي. فمشان هيك عم بيكون في عالم عم بيحبوا هيدا الجانر الميوزيك، ولانه يعني بيسمعوها بالسهره بيرجعوا بيسمعوها على يوتيوب، بيرجعوا بيسمعوها على الاذاعه. يعني باعمار كبيره عندهم نوستالجيه معينه، واللي بيرجعوا بيتذكروا ايام الماضي، واللي باعمار صغيره حابين يتعرفوا. بعد 10 سنين يعني بعد 10 سنين بيقولوا يي هيك كنا نسمعها بهيدي السهره، يي هيدي بحبها هيدي الغنيه بتذكرني بسهره اكس او حيالله شيء. تنرجع نذكر بالايفنت فاز 22 الشهر اذا الله راد بكابريس ديسمبر كابريس اسمه نويل اسانتروبي.
معلومات اكثر على صفحه الفيسبوك دي جي مارك دي جي وعلى مارك. رقم في ايفينمون كمان اسمه نويل اسانتروبي وفي رقم 76 984 554. فيكم تاخذوا كل التفاصيل. بنروح صيفي ولا شتوي؟ كم اس يو ار مثل ما بيقولوا. لا لا تعوا اعملوا اللي بدكم اياه. في عاصفه جايه. سهره سهرتكم ما في مشكله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك دي جي مارك. اهلا وسهلا فيك كمان ايمن مسعود. بدي اقول سوري بس بدي اقول ان جرام ميرسي لام تي في وبدي اقول ان جرام ميرسي لنوستالجيا اللي هي عم تدعمني كثير از سوشيال واز ميديا. نحن بنقول لهم ميرسي كمان. ثانك يو. اهلا وسهلا فيك وميري كريسمس. أتواصل مشاهدينا هلا لحظات ومنرجع منتابع اللايف. خليكم معنا.